Pierre-Yves Morier, conseiller de l'ambassade de Suisse au Maroc. Pour l'ambassade de Suisse, c'est un grand plaisir de pouvoir aujourd'hui être associé à cet événement parce que c'est un événement qui fait résonner les mots d'inclusion, de formation et d'égalité, de chance pour l'avenir. Et nous sommes donc extrêmement heureux de pouvoir donner ici un coup de pouce à des associations qui sont déjà évidemment très bien organisées entre elles, mais que nous sommes heureux de pouvoir soutenir. الاسم هاني الحراق رئيس جمعية مبادرة الأمل للإدماج الاجتماعي اليوم جمعية مبادرة الأمل للإدماج الاجتماعي بشراكة مع جمعية فضاء المواطنة والتمكين هذا البرنامج هو كيخص خصيصا نزلاء ونزيلات المؤسسات الرعاية الاجتماعية كيف كنعرفوا أنه هناك مشكل حقيقي لأن هاد النزلاء كنطلبوا منهم يخرجوا من الخيريات من بعد 18 عام فمني كيخرجوا من بعد 18 عام ما كيلقاوش البديل ولا ما كيلقاوش الجهة اللي ممكن أنها تقدر أنها تشد بيديهم وتفورميهم ودير لهم لانسيرسيون داكشي اليوم علاش طرحنا هاد الاشكاليه وجينا اليوم حنا كجمعيه فضاء المواطنه والتمكين وجمعيه مبادره الامل طلقنا برنامج فرصه وتاهيل هاد الفرصه والتاهيل للغايه الاهم فيه اليوم هي اننا نكونوا هاد الوليدات ناطروهم نعطيهم واحد 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 دي ماتيريال اوتيل باش يقدروا يواجهوا المجتمع ويندمجوا بطريقه سلسه واللي كتحترم يعني الكرامه ديالهم اليوم كيف ما شفتوا انه الحمد لله من بعد واحد العمل اللي هو كبير بزاف بمعيه يعني الشريك ديالنا اللي هو سنتر امي استطعنا اليوم انه يتخرجوا اول فوج من 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 المرافقين والمساعدين الاجتماعيين اللي هما في الاصل نزلاء ونزيلات المؤسسات الرعايه الاجتماعيه وانا جيت فخور وكنشكر جميع الشركاء اللي تعاملوا وتاقوا في المشروع ديالنا وشكرا لكم ايضا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي